شلون؟ عجبك الأكل؟ كتير طيب. صحتي. أكيد طيب؟ يعني أنا أول مرة بحياتي بأكل هيك أكل طيب. الله يسلم إيدي على الطبخ. خلي لك يا صحة وهلا. شو هالاكل هاد؟ شو هاد؟ شو هالاكل عماد؟ شو هالاكل اللي بيلعي النفس؟ شو هالعرف هاد؟ لك والله حاجتك ما هيك؟ يعني صار لازم تعرفي تطبخي ما هيك؟ ولا على شو عاملة علينا فهيمة؟ على اساس انت اللي بتفهم كثير. شو عم تبربري مدام؟ ما في شيء. عن جد ما في شيء؟ ايه انا رح اخلي يكون في شيء، وهي طبختك رح ارمي لك اياها. حيمان اهدى، البنت عم تاكل. ولك تضربي انت ونفسك على الطبخ اللي بيعرف تعريف مثل شكلك. حيمان ان شاء الله اهدى، الله يخليك. ولك انا شو؟ لو متجوز وحده شهله كانت غير هيك. لك حيمان واقف حرام عليك. لك والله حرام عليك تربي الاكل بزبالي، الله بعلم. ولك شو حرام شلتك عن عمك؟ ولك عرفتيني عيشتي معك؟ والله حرام. والله صرتي تعرفي الحلال والحرام دستور من خاطرك. بركاتك شيختنا. الله يسامحك. ولك الله يسامحك بس. لك انا بس بدي افهم، لك انا شو عاملة معك؟ لك شو عاملة لحتى بتكرهني كل هالكره؟ لك اسألي حالك شو عاملة؟ كلي ماما كلي. ماشي حبيبتي ماشي. دايمة. شوي ماما ما أكلتي؟ لا الحمد لله شبعت. ماشي حبيبتي ماشي. شو وين راحت وتركتنا؟ راحت تقعد بأوضتها مشان تدرس. هيك بس ما بتحب تقعد مع حدا. الله يوفقها إن شاء الله بتنجح. آمين. ليش هيك كان عم يتطلع فيه؟ أنت كمان كنتي عم تتطلعي فيه؟ لما كان ينشيل عنه وأنا نفسي شوفه وش لوش. وهي اليوم عدتي معه. ألو، والله كنت عم فكر فيكي. صدقتك يا كذابة، ما أنت ما بتصلي فيني إلا إذا بدك مني شيء. إيه، مالي وضايق خلقي كتير وقاعدة بغرفتي لحالي، شو رأيك نروح مشوار لحالنا؟ إيه شو عم تستني؟ قومي البس ثيابك خليني أتلاقى بشي قرنة. خايفة أمي ما توافق. لا بتوافق إذا قلتي لأني معك. لنشوف، رح أسأله وبرجع بحكي معك. طب يلا ليكي بالله ما تطولي، لأنه أنا ضايق خلي أكتر منك بكتير، مالي مصدقة يمتى أطلع من البيت. طيب يلا أحطي. ماشي يلا باي. بدك شي ماما؟ لا ماما بس كنت عم فكر انه روح مشوار انا وحنان. ولوين بدكم تروحوا؟ على الكافيتيريا. انو كافيتيريا؟ وينها هي؟ ماما مو بعيدة من هون، يعني على اليسار هي تبع الزاوية. ايه عرفتها. ايه روحي بس لا تطولي. بالاذن. علينا يلا باي. الله معك ماما، الله معك، لا تطولي. ها لا اكيد منيح اللي بعتيها. ولو راحت من البيت ما في شي حيصير بيناتنا بالبيت. بس انا بدي اسمع الكلمه بقى. ليك
بدي اياها لما ترجع بتلاقيك. طيب مثل ما بدك، بس بدي فهمت عليك، رح اقوم اجيب لك المصاري. بس ليك بدك تعجل بانك تلاقي بيتها لحتى نستاجره. يلا.